يا سيدي حلو ما يعطيناش فلوسنا. حنا تندفعوا 20 درهم في الشهر تيقطعط علينا كاملين، دانا هذيك 60 مليون قال لك ما تتسالوا حتى حاجه وجبدوا طوالكم راه المحكمه بيناتنا. من 2015 عندنا واحد الدعوه ديال الطرد، الطرد تاع السوفي محكوم لنا الدعاوي دعونا 9 دعوات محكومين للصالح ديالنا باسم جلاله الملك. دابا وصلنا للاخير في المحكمة التجارية باش غنبيعوا السجل التجاري برماتيه بالآلات بكل شيء ليه. تنتفاجئوا اليوم منين جينا عندنا نهار 2 في شهر 5 2024 عندنا البيع ماشي مرارا وتكرارا تيديرنا هذه القضية. تفاجئنا بأنه موقف لنا التنفيذ، موقف لنا التنفيذ ديال كل شيء في آخر لحظة. يعني ثلاثة دخلنا عند الرئيس، ثلاثة الله روب تنتفاجئوا بورقة ديال وقف التنفيذ. كيفاش يدير لهذا وقف التنفيذ هذا السيد ما عرفناش. جاو الناس هنايا واقفين المحكمة دايرين اعتصام سلمي. دابا راه دخلنا عند الرئيس، دخلونا حنا ثلاثة الناس ديال الأمن جزاهم الله بخير، دخلنا عند الرئيس قال لنا عطوني واحد الأسبوع نهار اثنين رجعوا عندي، عطينا الملف ديالنا مكمول. الله يجزيه بخير، هو اللي كان دار لنا الخبره النيت واستقبلنا استقبال مزيان الله يجزيه بخير. قال لنا هذا الشهر نفتح لكم المشكل ديالكم، هو كان نقص لنا كاع من الثمن لحقاش الناس مطرودين ما عندهمش، ودابا قال لنا سيدي في هذا الشهر المشكل ديالكم غيتفتح. عطينا واحد الملف ديالنا مكمول فيه الشكايات ديال الرباط ديال الوزير العدل ديال النيابه العامه ديال الجامع، راه عندنا الرئاسه العامه المهم ديال كل شيء الديوان الملكي، عندنا شكايات ديال الرباط وديال طنجه وديال فاس ملي كانت عندنا ديال المحكمه الحكم تما. دابا راه شد منا هذاك الملف غيدرسوا، وقالنا نهار اثنين اجوا عندنا الله يرحم الوالدين الله يجازيه بخير، نطلبوا الله التيسير. اولا تنشكروا شوف تي في، وحنا هذا الشيء اللي قال الصديق ديالي نزيد واحد التكمله وصافي. اجراءات القضاء خديناها كامله مع هذا السيد هذا، اجراءات القضاء خديناها معاه كامله، فيما تنوصلوا للتنفيذ تنوصلوا حتى لاخر نقطه تاع التنفيذ تيديروا اخر التنفيذ، وهذه ماشي اول مره، هذه دابا جينا الحسوات خمسه خطرات وسته خطرات. اخر مره دارك سيدي تنديروا حنايا وقف التنفيذ الاصل التجاري باش يبيع الاصل التجاري، قال لك سيدي ما نقدرش نبيع الالات بوحديتهم، قال لك سيدي ما نقدرش نبيع الالات بوحديتهم خصني نبيع الاصل التجاري برماتيه. ملي تنجيو نبيعوا الاصل التجاري برماتي تلقاو شحال لقينا ربعة الماكرو فيها الاطنان تاع الالات وفي الاطنان تاع الحديد والاطنان تاع النحاس، وهذا المعمل هذا خدام 24 ساعه ودخل البورصه، والسيد ما بغاش يعطينا بالعربيه التعربيه السيد تيحل ما يعطيناش فلوسنا، ولا دابا دعوه خاصه بيناتنا ما بغاش يعطي الدعوه، لان ديما فيما تندخلوا الاجراءات تيجيك وقف التنفيذ. دابا ملي دخلنا عند رئيس المحكمه الله يجزيه بخير قالك اودي الله يجزيكم، قال لي عطيوني واحد شويه الوقت، عطينا الشكايات اللي درنا، عطينا الملف مكمول كامل، طلبوا ربي يسهل كما قال لنا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون خير، ونطلبوا ربي يكون خير ان شاء الله الرحمن الرحيم. ابتدائي ربحناها، استئناف ربحناها، النقد والابران ربحناه، دخلنا دعوه الاستحقاق قال لك اسيدي الالات ماشي ديالي، وثبتوا بان الالات ديالو الكونترا الاولى الكونترا الثانيه، وبقى عندنا دعوه اخرى في المحكمه، بقى عندنا نصف الالات تاعو قال لك اسيدي راه ربع فاس من جهه، تنطلبوا ربي هذه الدعوه الاخرى هذه لا تحكمها حتى هي، راه عندنا فيها الاطنان تاع الالات. هذه راه العاشره. هذه دابا تقريبا العاشره هذه. ولحدات الساعه باقي ما خدينا حتى شي حاجه، هو التنفيذ دابا وصلنا للتنفيذ ما كاينش تنفيذ، فين شكون ينفذ لنا الله اعلم. دابا هو تيدير لك اجراء دابا عاوتاني هذه الدعوه الاخرى وقف التنفيذ، قال لك ما عجباش الخبره، وحنا اصلا الخبره ما جات حتى واحد بيجي، لان هذاك الشيء جاهم غالي، حنا عندنا الالات 64 اله اللي حطينا لهم دايرين لنا ربعه الالات ما كاينينش، و10 الالات اللي ما فيهم ما يتشاف دايرين لهم البيع. 7 مليار و 700 مليون. هذا الشيء كامل ما فهمتش انا فين نوصلوا مع هذا السيد هذا، واش حنا ما بقالنا والو، بقالنا الا الباب نمشيو له تما ونحطوا ولادنا تما ونجلسوا حدا الباب، هذا الشيء اللي بقى خاصنا، اصلا باش نهار درنا مكتب النقابي غدا كل شيء صباح واقف. مكتب نقابي هو المشكل، مكتب نقابي هو المشكل، كنا تنديروا مكتب نقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. هذه لحقاش هذه الساعة ما فهمت أنا حتى النقابة ما بقاش نشوفوها كاع قدامنا. سمحوا فينا النقابة. سمحوا فينا النقابة، سمحوا فينا، ما بقات لا نقابة لا والو هذه الساعة. والمشكل ديال هذا علاش درنا النقابة؟
المشكل ديال هذا الشيء كامل كان عندنا صندوق ديال تيقطعط علينا في لي بيلتان ومن الاجره ديالنا وما تيديكلاريش. هو راه خال الامانه، عندنا ليه دعوه بعدا غادي لخيانه الامانه باقي ما تبعناش فيها. هادشي دار محمد عليه درنا، وعندنا صندوق ديال التآزر بيناتنا في الشركه، جمعنا فيه 60 مليون دهن، 60 مليون دهن حنا تندفعوا 20 درهم في الشهر، تيقطعط علينا كاملين. دنا هذيك 60 مليون قال لك ما تتسالوا حتى حاجه وجبدوا طوالكم، راه المحكمه بيناتنا. ومنين درنا الجلسه ديال التصالح النهار الاول وجلسنا في الولايه مع الكاتب العام ديال الولايه ومع رئيس قسم الشؤون الداخليه ومع ساده الباسا ومع ساده القايد، قال لك اسيدي سيروا المحكمه ديروا الاجراءات، واللي عطاتكم المحكمه احنا معكم. دابا راه الاجراءات القانونيه نفذت، صافي ما بقى لنا فين نمشيو. صافي ما بقى حتى حاجه، بقى الباب غيمشيو يسدوا له الباب، ما بغيناش حنا الفوضى. السلطات معانا تيقول لك اودي بلاتي بلاتي. دابا حنايا مشينا حتى الاخر رماق معاه، ما كاين ما بغاش يعطينا فلوسنا هذا السيد. حنايا عندنا مشكل مع الشركه، ولا عندنا مشكل معاه هو خصوصي. معانا 106 ديال الناس، 60% من هاد 106 عندهم فوق 25 سنه ديال العمل. 60% من هاد 106، هذا الرقم تنعطيه لك مضبوط، 60% من هاد 106 عندهم فوق 25 عام ديال العمل. الناس خارجة، أنا عندي 25 عام، عندي 12 مليون ونص خرجت بالكريدي، والوراق ديال الدار عند البنك الشعبي. يعني كاملين عندهم هاد الناس اللي تشوف كاملين عندهم 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 الكريديات، وشادين لهم الوراق ديال الديور ديالهم. الله يحسن العون، حرفتنا ما عرفنا ما نديروا مع هاد السيد. قال لك تبعوا الاجراءات القانونيه، سالينا الاجراءات القانونيه 9 سنين من لو 22/8/2015، الشهر ديالنا اللي خدمناه باقي ما تخلصناش فيه لحد الان. اللهم انا هذا المنكر.